من هنا. واحد اتنين. ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو احطه دلوقتي كالعاده. الراجل بيقول ايه؟ الراجل بيقول ان انا حد ماسكني من هنا، فكل الاوضاع اللي خلقها لنا ربنا لا تجوز، انما اللي جاز معاه ان انا اعمل كده، ان انا اعمل كده ضاغط في ايده تتفك. حل؟ خلاص؟ فهو ايه؟ عمل كده انفاكك. حل؟ حل. طيب تعال بقى نجرب بجد بجد. الراجل ده ماسك. حل؟ وانا هنزل ادوس. مش تتفك والله ما هتيجي. تيجي تجرب حلاوة؟ طيب تعالى مكاني واقفل ايدك. بالظبط. طيب لما اجي اعمل له كده هو مش هيفك. خلاص انا ممكن في الاول اعمل لكم الريل بتاعت اللي هو ايه، فك ايدك يعني، فك معايا بتاعت اللي هو ايه، بص، وابقى برنس ولايكات بقى وشيرات وبتاع، وانا اجمد مدرب في الكره الارضيه. وكبسه بس ده مش حقيقي. خلاص عشان اعمل كده مش هيفك. الاسهل والاسرع ايه؟ انا هستخدم نفس الفكره انما مش نفس التكنيك. انا هعمل كده عشان هو يمسك هنا جامد. بس خلاص. طيب من هنا انا عايز اشغل مخه في حاجه معايا. الاشغال هيبقى في ايه؟ في اني اقاوم، فهو هيبدا ينشف اكتر، فتفكيره وتركيزه هيجي هنا اكتر. فلما هعمل كده هيبقى هو هنا شادد اكتر. تحت ما بقاش شادد انما هنا شادد، وانا هستهدف ايه؟ تحت. فانا هضغط هنا عشان هو يضغط هنا عشان انا اجيله كده. هنا بقى اوت اوف بالانس. تمام ده؟ تمام ده. طيب هل الرمية دي كفاية؟ لا. ليه؟ لان انا لما ارمي الرمية دي هو هنقوم هنكمل خناق. هنا بقت خناق واحنا المفروض نقفل الخناق من بابها. فمن هنا هحط رجلي وراه وهنزل هنا. عندك تضرب، هو قفل، تاخد دي ارم بار، قفل تاخد دي كيمورا، امريكانا، قفل هتاخد دي ارم بار، قفل هتفتح تضرب، تعمل حاجات كتير. تمام. فاحنا وصلنا هنا البوزيشن ان انت ماونت تقدر بقى انت راكب، وماونت على واحد في الشارع مش واحد فايتر، فهو ما عندهوش الخلفيه بتاعت لاعب الجيجيتسو او لاعب الام ام اي اللي هو هيكافح معاك في اي تكنيك. انت وصلت لهنا هو خلاص بقى بتاعك. انما برضو ما ينفعش تعمل اللي انا عملته في الاول اللي هو تاخده ترميه وبعدين. تمام. ف الفيديوهات دي والله هتاذيكم جامد، لان اللي بيتقال فيها مش حقيقي ومش صح، ولو حد ماشي وراها هيزعل. وبالمناسبه فيديوهاتي انا كمان لو مشيت ورايا هتزعل. ليه؟ لانك محتاج مدرب، محتاج اشراف في تفاصيل انا عملتها دلوقتي انت شايفها عاديه بس انا ما شرحتهاش. في تفاصيل انا عملتها حالا وانت عينك شافتها بس مش تفهمها. تمام. منها زاويه الرمي، منها زاويه جسمي، منها زاويه ارتكازي. الحاجات دي كلها انا ما شرحتهاش. ف كلنا وكلنا دي كلامي على المدربين النضاف اللي بتشرح بما يرضي الله. ما ينفعش تمشي ورانا في الفيديوهات الا لو كنت على الاقل اتمرنت كتير تحت ايد حد، فانت فاهم اللي احنا بنعمله، فاهم تفاصيل. انما لو انت عمرك ما لعبت فنون قتاليه ما تمشيش ورانا. ما تمشيش ورانا عشان هتتاذي. انت لو مشيت ورانا هتبقى بالظبط كانك بتتفرج على فيلم جون ويك او بويكا او بروسلي او الناس الجامده دي،
وخدت حبه الدوبامين الجامده جدا من الفيلم، اللي هو انا دلوقتي لو نزلت هكسر الدنيا وتنزل تضرب. تمام، ده اللي بيحصل. الفيديوهات اللي احنا بنعملها واللي غيري بيعملها بالمناسبه، صح او غلط، هي بتديك احساس زائف بالامان، ان انت لو قلدت الناس دي انت هتنزل تبقى جامد. مش تبقى جامد، احنا عشان نبقى كده اتمرنا سنين كتير قوي، فانت عشان تبقى جامد محتاج تتمرن سنين. تمام، فارجوك ما تمشيش ورانا، احنا بنعمل ده دعايه لينا وللي بنعرف نعمله وللي الفرق بتاعتنا بتعرف تعمله، مش عشان انت تتمرن ورانا. تمام، فما تمشيش ورا حد وحاكم دماغك، والفيديوهات اللي احنا بنعملها دي مجرد توعيه وبس. وزي ما بقول على طول، مش كل حاجه نشوفها نصدقها. بالظبط، عايش. كل التقنيات والحركات الوارده في الفيديوهات تتطلب وقتا طويلا جدا وتدريبا مكثفا للاتقان، لذلك يرجى عدم تجربه هذه الحركات في المنزل، ويجب أن تتدرب على يد متخصص في مثل هذه الرياضات، وهذا للتنبيه وإفراغاً للمسؤولية أمام الله.